تلتهب الساحة الأوكرانية وتتجه الأنظار لجوارها، خصوصا الدول الأعضاء في حلف الناتو الذي قال أمينه العام إنه سيتم تفعيل خطة الدفاع من أجل حماية حلفائنا وتسمح بنشر قوة الحلف عند الحاجة. بعض التطورات توحي باحتمال اتساع نطاق الصراع، فقد اتهمت وزارة الدفاع الأوكرانية بيلاروسيا بإطلاق 4 صواريخ باليستية منها في اتجاه مناطق في الجنوب الغربي. وتحدثت وسائل إعلام أوكرانية وغربية عن تقدم رتل آليات عسكرية نحو الحدود الأوكرانية، بينما نفت وزارة الدفاع البيلاروسية مشاركة قوات لها في العملية العسكرية في دونباس. وفي بولندا، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن القوات الأمريكية المتمركزة هناك استعدت للتوجه قرب الحدود مع أوكرانيا لمساعدة الأمريكيين والآخرين الفارين من الغزو الروسي، بينما أظهرت بيانات ملاحية تحليق قاذفة الصواريخ الأمريكية الاستراتيجية ب52 فوق الأجواء البولندية. أما وزارة الدفاع الرومانية فأعلنت مرافقة مقاتلات F-16 لمقاتلة أوكرانية دخلت المجال الجوي الروماني، بينما سلم الطيار نفسه للسلطات الرومانية. وتم الحديث عن طلب أوكراني رسمي وجه لتركيا بإغلاق مضائق الدردنيل والبوسفور بموجب اتفاقية مونترو لمنع قوات روسية بحرية إضافية من دخول البحر الأسود. نذكر بأن للناتو 4 مجموعات قتالية متعددة الجنسيات بحجم كتائب في دول البلطيق الثلاث، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، بنحو 4000 جندي مرفقين بمنظومة صواريخ دفاعية أمريكية متطورة. ويتوزع نحو 4500 جندي أمريكي في بولندا ونحو 1000 في رومانيا، بينما ينتشر نحو 2500 جندي أمريكي في بلغاريا. الرئيس الأمريكي جو بايدن كان أعلن موافقته على نشر 3000 جندي أمريكي إضافي في بولندا وألمانيا ورومانيا، ووضع 8500 جندي آخر في حالة تأهب قصوى. كما تنتشر فرقة من البحرية الأمريكية قوامها 300 جندي في النرويج لمراقبة الدائرة القطبية الشمالية التي تتشارك فيها الحدود مع روسيا.